مساء الخير. اليوم بتنتهي مرحلة الذهاب بإكس إكس إل إنرجي بطولة لبنان لكرة السلة بثلاث مباريات، الرياضي على أرضه بيستضيف فريق الشانفيل، هومنتون على أرضه بيستضيف فريق المتحد، ونادي بجي على أرضه بملعب المركزية بجوني بيستضيف فريق هوبس. لكن اللي عم يسأل مين بطل الذهاب لهلا ببطولة لبنان، نادي الرياضي بيروت هو بطل الذهاب. شو ما صار مجرد المباراة اللي عم يلعبها أمام فريق الشانفيل تنطلق يأمن على الأقل نقطة، هو رح يكون بطل الذهاب، لأنه حتى لو خسر النادي البيروتي اليوم أمام فريق الشانفيل بتعادل ثلاث أندية بنفس عدد النقاط، والسكور أفريج هو لصالح النادي الرياضي أمام الحكمة وفريق عمشيتو. إذا قدر الرياضي يفوز على فريق الشانفيل بيتصدر كمان البطولة وبيكون هو بطل الذهاب، لكن بيبتعد بفارق مباراة عن فريقي الحكمة وفريق عمشيت. لكن من ناحية المنافسة على المراكز المتأخرة في مواجهة قوية كتير اليوم، نادي بيجي على أرضه ملعب المركزية عم يستضيف فريق هوبس، كل واحد منهم عنده انتصار واحد لهلأ بالدوري اللبناني، وواحد منهم رح يحقق انتصاره الثاني وينفرد بالمركز التاسع، فيما الخاسر رح يصير لحاله بالمركز العاشر. وما بدنا ننسى انه في ثمان انديه السنه بيتاهلوا للبلاي اوفس، التاسع بيلعب براج مع ثاني الدرجه الثانيه، والعاشر بيودع دوري الاضواء وبيسقط حكما لدوري المظاليم او دوري الدرجه الثانيه. اهميه المباراه اليوم كتير كبيره ان كان لبجي او لفريق هوبس، ولنشوف المدربين ان كان عمر حسين وباتريك سيبا شو محضرين لنا. نتعرف بداية على التشكيلات الأساسية للمدربين، المدرب اللبناني والمدرب السوري. إذا ملعب المركزية بجوني وهول الستارترز بالمباراة، الستارترز أكيد فؤاد عناتي، جوي زلعوم، ماريو عبود، جوناثان أفري وجويل بوكس من جهة نادي بجي، بوجهة المدرب حسين ومع حسين طوبي، أشتون جيبس، حسن لئيس، حسين أنسو وبيلال ديكسون. المدرب السوري عم يعتمد إذن على التشكيل اللي عم نشوفه أمامنا على الشاشة. أكيد رح دايما نحطكم بأجواء المباريات الأخرى اللي عم يصيروا بنفس الوقت، أكيد كل المباريات مهمة، مباراة الشانفيل والرياض كتير مهم، مباراة هومنتون ومتحد كمان عندها أهمية كتير كبيرة. إذا بنطلع بالترتيب، أول شيء المتحد ظاهر من خسارة صعبة أمام فريق الرياضي بيروت، بده يجرب يعود، وفريق الهومنتون يلي عم ينتفض بالفترة الأخيرة، عم يقدم مستوى كبير بالفترة الأخيرة مع المدرب بيكاد إسكيجيان، مساعد مدرب نينات كيرزيتش السابق يلي ترك الفريق. رح يكون في كمان مباراة مهمة، وقبل ما ننطلق بالمباراة دقيقة صمت بعد النشيد الوطني. أول شيء بتوقف على النشيد الوطني اللبناني. إذا النشيد الوطني اللبناني يلي عم يفتتح المباراة، ورح يكون في دقيقة صمت عن روح الذكرى السنوية لوفاة لاعب نادي بجي روني أبو جودي، ورح يكون في قداس السنة ب 16/3/2014 الساعة 10 بكنيسة مرتقلة ببرمان المسقى. رح نضلنا اكيد نتذكرك روني ابو جودي، اكيد بنفتقد لك بشكل كتير كبير. امين عام الاتحاد المعت غسان فارس موجود ليتابع المباراة كمان بارض الملعب، حكام المباراة كمان جاهزين لاطلاق هالجيم، زياد طنوس، مروان ايجو، رباح نجيم، هن الحكام الثلاثة يلي عم بيقودوا هالمباراة، حكام الطاولة نادين خويري، توني جانتويان، أندري غانم، ومراقب المباراة هاجوب كالوكيان. كل شيء صار جاهز لانطلاق هالمباراة، كل واحد عنده انتصار واحد مثل ما ذكرنا. هوبس فاز على فريق الشانفيل، بينما بيجي قدر يفوز على نادي التضامن الزوق، مباراة كانت قوية كتير بين الفريقين من أيام قليلة. ثلاث مباريات اليوم وبتنتهي مرحلة الذهاب يلي الرياضي ضمن فيها. برجع بذكر بطولة الذهاب، هو بطل الذهاب على كل الأحوال، خسر أو ربح اليوم. المباراة تنطلق، بيلال ديكسون وصلها للقيس، جوي زلعوم هو عم يدافع على لقيس، حسين توبة من المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لمين؟ الريباوند رح يكون لصالح فريق هوبس، هوبس رح يكون عنده إذن
الريباوند الهجومي وفرصة جديدة لإله. حسن لقيس تسديدة ثلاثية ما بينجح فيها جويل بوكس. الريباوند الأول لاعب معروف بالدوري اللبناني سبق ولعب بالدوري اللبناني جويل بوكس. عم نشوفه عم يستقدمه نادي بجي، ما صار له فترة بالدوري اللبناني أيام قليلة. العناتي بوصلها لجوناثان افري واحد من افضل الهدافين بالدوري اللبناني، وريباوند دفاعي لاشتون جيبس. اشتون جيبس بمرر لحسين انسو يلي بسدد على الارك، ريباوند كمان دفاعي لبوكس. تحت السله ماريو عبود بيخسر الكره، جوي سلعون بيرجع بيعمل كنترول، ضغط من اللقيس على جوي، اختراق من البيس لاين لجوي زلعوم بمرر له اياها للعناتي. فؤاد عناتي تسديده ما بينجح فيها، الريباوند لصالح حسين توبي. الريباوند اذا لصالح التوبي. من جديد جوي زلعوم. اشتون جيبس كان عم يسجل اولى نقاط المباراه، يعطي التقدم الاول لصالح نادي هوبس. جويل بوكس عم يدافع عليه التوبه تحت السله، ذكيه كثير ذكيه هالتمريره، وماريو عبود بسجل. ماريو عبود عم يتمكن من التسجيل. بسؤالنا على ويب سايت ال بي سي، مين برايكم راح يفوز بلقاء اليوم؟ جمهور لبنان اعطى 55% لبيجي، 45% لهوبس. اشتون جيبس بسدد على الارك وكمان بينجح بالمحاوله، نقطه الخامسه لاشتون جيبس، هيدي اول ثلاثيه له بالجيم. المتحد عم يتقدم على هومنتمن بفرق 5-11-6، بينما الرياضي عم يسجل اول نقطة بمواجهة فريق شانفيل بالمنارة، عم يتقدم 1-0، بينما النتيجة هون 5-2 لصالح هوبس. جويل بوكس، جويل بوكس بده يجرب يلعب على التوبة، خطأ لصالح جويل بوكس، نو باسكت بقول الحكم. التوبة هو اللي عم يدافع على جويل بوكس مش بيلال ديكسون، يعني بيلال ديكسون شفناه ببعض المباريات لاعب منه مدافع، يعني منه بيقدر يعمل ديفنس بيقدر يوقف لاعبين، مشان هيك المدرب عمر حسينو عم يحط التوبه على جويل بوكس من انطلاقه المباراه. ولاحظوا كمان مره جديده، وهالمره بوكس بسجل اول سله لجويل بوكس بالجيم. بيجي بقلص الفارق لنقطه 5-4. اللقيس لاشتون جيبس، جيبس من المسافة المتوسطة بسجل كمان نقطة السابعة، سبع نقاط لهوب، سبع نقاط لاشتون جيبس، عم يلعب بطريقة ممتازة. اوهاي لاف ذيس جيم جوناثان افري، ما معقول هالسلة جوناثان افري، الطريقة يلي بسجل فيها سوبر استعراضية، أولى نقاطه بالجيم وبنزل الفرق من جديد لنقطة. حسين انسو توصل للقيس، اللقيس تسديدة ثلاثية ما بينجح فيها، ماريو عبود يعمل كنترول على الريباوند، جوي زلعون بينطلق وفي خطأ لصالح جوي. إذا نشوف الإعادة لاحظوا لاحظوا، حلوة كثير حلوة كثير من جوناثان افري. اشتون جيبس لهلا هو هداف الليج اللبناني ب 26 نقطة فاصل 2، لهلا مسجل سبع نقاط، امبارح يعني كان في أرقام لافتة بالليج. عم نشوف الريباوند 3 مقابل 2، 40 نقطة لجاي يونجلباد، أعلى معدل بسجله أي لاعب بالدوري لهلا. ورودريك عقل أول تريبل دبل بالليج، حبت تكون بنكهة لبنانية، العقل قدر يعمل امبارح تريبل دبل لافتة جدا، 10 نقاط 11 ريباوند و11 تمريرة حاسمة. طبي ما بينجح بالمحاولة، جويل بوكس على الريباوند، هو عم يطلع الطابة، جويل بوكس بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة، ريباوند لماريو عبود ومتابعة ناجحة من جوناثان افري، أربع نقاط لجوناثان افري. بيجي عم يتقدم، عم يتقدم بيجي بفرق نقطة،
النتيجة هون 8-7، الرياضي متقدم على الشامبير 6-4، والمتحد متقدم على هومنت من 14-8. هوبس بعد ما حدا سجل منه غير أشتون جيبس، 7 نقاط لهوبس مسجلهم هدافه وهداف الليج لهلا أشتون جيبس. أشتون كمان، أشتون جيبس بسدد مسافة متوسطة ما بينجح المرة، ريباوند لصالح جوي يلي بينطلق بشكل سريع، عناتي بسجل أول سدد لفؤاد عناتي بتمريرة حاسمة من جوي زلعوم، وبيجي عم يزيد تقدمه بهالوقت. لقيس لبلال ديكسون يلي بسدد بشكل منيح من المسافة البعيدة. حسين أنسو بيخترق الأنسو ما بينجح بالمحاولة، بلال ديكسون بيلتقط الريباوند، ديكسون ما بينجح بالمحاولة، ماريو عبود ريباوند دفاعي، فاست بريك مع الزلعوم، جونسون أفري آي لاف ذيس جيم. حلوة كثير المباراة واستعراضية من فريق بيجي وخاصة جونسون أفري، وبيجي عم يتقدم بشكل سريع 12-7 بفارق 5 نقاط، والمدرب السوري عمر حسينه سريعا جدا بيطلب التايم اوت. فريق هوبس عنده مشكله بالهجوم وعنده مشكله بالدفاع، والمدرب حسينه بده يجرب يعالج الامور. مدرب باتريك سابا ومساعده مارك كوزا من جهة فريق بيجي. فريق بيجي اللي قدر يحقق فوز سليم جدا على نادي التضامن ب 24/2/2014 يوم الاثنين الماضي بنتيجة 83-80، بينما فريق هوبس قدر فاز على فريق الشانفيل بأول لقاء له، يعني كان بيقدر يفوز فيه، فاز بفارق 6 نقاط. على نادي الشامبير 3 بوينت 0 من 4 لبيجي، 1 من 3 لهوبس. بنشوف بعد التايم اوت ممكن يكون غير المدرب السوري حسينو لاعب نادي الوحدة السوري سابقا. أشتون جيبس دائما معه فؤاد عناتي، خطأ لصالح جيبس. المتحد عم يزيد تقدمه ل 11 نقطة بهالوقت على هومنتمن، بينما الرياضي متقدم بفرق 6-10-4، والنتيجة هون عم تشوفوها أمامكم على الشاشة 12-7 لصالح بيجيه. اليوم تنتهي مرحلة الذهاب يلي بطلها مثل ما ذكرنا ضمنوا فريق الرياضي بيروت، بينما الأربعة بتنطلق مرحلة الإياب. أشتون جيبس للقيس، اللقيس بيسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة، حسين توبي بيعمل الريباوند الهجومي وبيعطي فرصة جديدة لفريقه. دبل تيم دائما على أشتون جيبس حاضر، بلال ديكسون خطر بالتسديد لبعيد ما بينجح بالمحاولة، جونسون افري على الريباوند، جوي زلعوم بمرر لماريو عبود يلي بيسدد المسافة المتوسطة وبيسجل العبود نقطة الرابعة. 4 نقاط لماريو، عم يطالب بخطأ كمان، والفارق عم يزيد ل7. 3 دقايق و40 ثانية متبقي لنهاية الكوارتر الأول. ريبال بشاري دخل على أرض الملعب، توصل لبلال ديكسون تحت السلة، بلال ديكسون بيطلع الطابة لبرا، وفي خطأ من ديكسون لصالح العقاد اللي دخل من ثواني قليلة على أرض الملعب. جوي زلعوم عم يقدر يقود فريقه بشكل ممتاز لهلا. جويل بوكس لاعب خطر بيعمل موف بسدد بسجل. جويل بوكس 4 نقاط لجويل بوكس، وجمهور بيجي فرح بتقدم فريقه بفرق 9 بهالوقت. أشتون جيبس، أشتون بسدد تحت الضغط ما بينجح بالمحاوله،
فاست بريك جديد. جونسون افري بمرر العقد بسجل، وفريق بيجي عم يلعب كرة سلة ممتازة بهالوقت، بالفعل بطريقة ممتازة عم ينتقلوا لاعبي نادي بيجي من الديفنس للأوفنس. فاست بريك بسالي كمان تحت السلة، ريبال بشارة بيتعرض للبلوك شوت من جونسون افري، حضور قوي كتير لجونسون افري، ريبال بشارة بسجل، بسجل السلة وبيحصل على الفاول. أول لاعب غير أشتون جيبس بفريق هوبس عم يسجل هو اللاعب ريبال بشارة، ولنقاطه لريبال. ينجح كمان بالمحاولة ورمي الحرة الإضافية، ثلاث نقاط لريبال بشارة، بنزل فارق لثمان نقاط 18-10. جوي زلعوم، محمد العقاد من جديد لجونسون افري، عنده 8 ثواني بهالهجمة، جونسون افري بيخترق بوصل له اياها لجويل بوكس. ذكي كثير افري، ذكي كثير هاللاعب، وبوكس ما كان عنده غير انه يسجل بعد هيك تمريرة حاسمة بكل المقاييس. الفارق من جديد 10 نقاط. أشتون جيبس، أشتون جيبس من المسافة المتوسطة كمان ما بينجح بالمحاولة، ريباوند لصالح جونسون افري اللي بينطلق بشكل سريع وبيسجل بشكل أسرع. 6 نقاط لصالح جونسون افري، يحصل كمان على الخطأ. عم نشوف هون المدرب باتريك سابق قد ايه عم ينفعل مع كل سلة لفريقه، بوقت المدرب عمر حسينو عم يحاول ينبش على حلول. رمي الحرة إضافية كمان بسجلها، ممتاز هاللاعب، ممتاز. 7 نقاط لجونسون افري، يعني لاعب كلاسيكي فعال من دون يعني بيعمل استعراض، لكن الأكيد 13 نقطة التقدم لصالح نادي بيجيه، وهوبس ما زال عم بيعاني. أشتون جيبس، أشتون خطأ لصالح أشتون جيبس، رح يكون عنده الثاني فري ثرو. إذا الثاني فري ثرو لأشتون، 90% نسبته عن الفري ثرو. بضيع المحاولة الأولى بسبب بيبقى على رصيد 7 نقاط. كمان بضيع الثاني، الأنسو بيلتقط الريباوند الهجومي، ضياع بالفعل، ضياع بصفوف فريق هوبس، وجوي زلعوم بيحصل على الخطأ. ممتاز جوي زلعوم عم بيكون، تحرك سريع ممتاز من الديفنس للأوفنس، بيحصل على الفاول وراح يكون عنده الثاني فري ثرو جوي. ٣٣% نسبته، بسجل الاولي. المتحد بخلص الكوارتر الاول متقدم بفارق 14 نقطة على حساب هومنت من 11-25. واحدة من اثنين، لكن ماريو عبود بيلتقط الريباوند وبيحصل على الفاول. أربع نقاط، ثلاثة ريباونس للعبود. بضيع المحاولة الأولى. بسجل الثانية. نقطة الخامسة لماريو، الصليب الأحمر مشكور. أشتون جيبس للأرناؤوط يلي دخل من ثواني قليل على أرض الملعب. علاء الدين أرناؤوط،
بيجي عم يكون عندهم تنظيم بأرض الملعب بالدفاع وبالهجوم واضح جدا على حساب فريق هوبس. وضيع المحاولة الأولى علاء الدين أرناؤوط. كمان مضيع الثاني جوا البوكس على الريباوند. جوناثان افري اخر ثواني الكوارتر الاول. ضغط ضغط دفاعي اشتون جيبس بيقطع الطابه وبيحصل على الخطا. خطا اذا لصالح اللاعب الامريكي بصفوف هوبس. عنده 8 فريز لو اشتون. وقت قليل اضاع رميتين بشكل متتالي. تسجل المحاولة الأولى ونقطة الثامنة. كمان بينجح بالثانية 2-2 هالمرة. بعود رمية الحرة يلي اضاعهم من وقت قليل. جوناثان افري. تحت السلة جوناثان افري ما بينجح. الريباوند لمين؟ لصالح حسين انسو. كمان فريق هوبس بالهجوم بده يحاول يقلص الفارق. اشتون جيبس بيخترق رائع جدا حلو كثير هالمحاولة. 11 نقطة لاشتون جيبس. أول لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط بنزل الفارق ل 11. أمير عيد اللي دخل على أرض الملعب. جوي زلعوم ما بينجح بالمحاولة والكوارتر الأول مشاهدينا عم ينتهي بتقدم فريق بيجي على أرضه بفارق 11 نقطة 25-14. وقت عم نشوف سلة أشدون جيبس الأخيرة. بذكر بنتائج المباريات بالملاعب الأخرى. نادي المتحد خلص الكوارتر الأول على حساب نادي هومنتمن بمزهر متقدم بفارق 25-11 25-14 النتيجة بين بيجي وفريق هوبس مع نهاية الكوارتر الأول. الكوارتر الأول بين الرياضة والشامبيل بعد ما انتهى النتيجة بهالوقت 24-20 لصالح نادي الرياضة. إذن الكوارتر الأول بين الرياضة وفريق الشاوفيل عم ينتهي بتقدم فريق الرياضة بفارق 4 نقاط 24-20. بطل مرحلة الذهاب إذن متقدم على النادي المتني بفارق 4. افضل مسجل لهلا بهالمباراه هو اشتون جيبس ب 11 نقطه وراء جوناثان افري 7 6 لجوال بوكس 5 لماريو عبود و 3 نقاط لريبال بشاره. هول هن الافضل بسكورينج لهلا بالجيم. عشر ريباوند لصالح بيجي 8 لهوبس. تقدم بهالمجال كمان لصالح صاحب الارض. تورن اوفرز كمان بيجي مرتكب اقل من هوبس 2 مقابل 3. انطلاقه الكوارتر الثاني جوي زلعوم. جوي بمر لماريو عبود يلي بيسدد المسافه المتوسطه ما بينجح بالمحاوله بيتابع بالريباوند وبيحصل على فاول. خطأ لصالح ماريو بعد الريباوند الهجومي. ويب سايت ال بي سي عليه فيكم تتابعوا كل شيء بخص كرة السلة والرياضة وتحديدا XXL انرجي بطولة لبنان لكرة السلة. ما بينجح بالمحاولة الأولى بيبقى على رصيد 5 نقاط. بسجل الثانية نقطة السادسة لماريو.
أشتون جيبس. أشتون جيبس بمر للأنسو. حسين للأرناؤوط. أجنبي واحد عم يلعب فريق هوبس. أرناؤوط بسجل على الدين أرناؤوط. أول سلة له بالجيم. بنزل فريق من جديد لعشرة. جويل بوكس. الأرناؤوط هو اللي عم يدافع عليه. جويل بوكس بسدد وبسجل من المسافة المتوسطة. نقطة ثمانية لبوكس. بصير رصيده ثمانية. أشتون جيبس الأكثر حركة بفريق بجي. ريبال بشارة بيخترق الريبال ما بينجح بالمحاولة. ريباوند لصالح كمان جويل بوكس. جوي زلعوم تحت السلة بسجل جونسون أفري بتمريرة حاسمة من جويل بوكس. بيرجع بزيد تقدم فريقه لأربعة. أمير عيد. حسين أنسو محاولة ثلاثية كمان بتضيع. أمير عيد على الريباوند. حسين أنسو بحاول كمان على الأرك وهالمرة بسجل مع البورد. ولنقاطه للأنسو. بوقت النتيجة عم تتعادل بين الرياضة والشامبيل 26-26. كمان مقطوعة من فريق هوبس. أمير عيد توصل لأشتون جيبس. أشتون جيبس بسجل نقطة ال 13 نقطة من أصل 20 لفريق هوبس. مسجلهم هدافه وصانع ألعابه أشتون جيبس. جوي زلعوم خطأ لصالح ماريو عبود. الشاوفيل بهالوقت عم يتقدم بفرق 5 نقاط مشاهدينا. 31-26 التقدم عم يكون لصالح نادي الشاوفيل على حساب فريق الرياضي. بعد 5 نقاط متتالية لخليل عون الشاوفيل عم يتقدم بفرق 5. جويل بوكس توصل لجونسون أفري. أفري ما بينجح بالمحاولة. ماريو عبود هو اللي حافظ على البوزيشن لصالح فريقه. 7 دقائق متبقي لنهاية الكوارتر الثاني. بوكس بسدد عن الارك بسجل جويل بوكس. 11 نقطة لجويل بوكس. فعل مباراة كبيرة جدا عم يعملها لهلا. اللاعب اللي احترف في الدوري اللبناني موسم 2008-2009 مع بلو ستارز. حسين أنسو بيتعرض للبلوك شوت كمان من بوكس. جوي زلعوم لا جويل بوكس اللي بيسدد على الارض من محل كبير بعيد. لا 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 مش معقول مش معقول. جويل بوكس اليوم ثاني ثلاثية متتالية لإله وهالمرة اختارها من مسافة بعيدة جدا. بيعمل الفرق 16-36-20 وهوبس عم بيعاني بشكل كبير. أشتون جيبس بجرب يرد ما بينجح بالمحاولة. ريباوند لماريو عبود. خطأ لصالح جوي. بالعاده عم نشوف الفاول اللي حصل عليه الزلعوم. بضيع المحاوله الاولى جوي. يبقى على رصيد نقطه وخمس تمريرات حاسمه لجوي. ممتاز عم يكون جوي. قلت لكم عم يحرق بشكل رائع بارض الملعب. ما بينجح كمان بالثانيه. حسين طوبي اللي رجع لارض الملعب. وهوبس بيرجع مع بلال ديكسون كمان على ارض الملعب. وامير عيد بسجل اول سله له بالجيم. جويل بوكس تمريره خاطئه ما بتوصل لجونسون افري.
امير عيد للمرة الثانية بنفس الطريقة بسجل نقطة الاربع وبقلص الفارق ل 12 بهالوقت. جوي ما بينجح بالمحاولة، ريباوند لديكسون، امير عيد كمان عم يروح بالفاست بريك، امير عيد يخسر الطابة، امير عيد عم يطالب بخطأ، امير عيد والتايم اوت بيطلبه المدرب باتريك سيبا هالمرة بعد ما شاف فريق فريق هوبس بدأ يلاقي حاله أكثر بالمباراة، بيطلب التايم اوت المدرب باتريك سيبا. فريق هومنتن عم يقلص الفارق مع المتحد لستة بهالوقت، 27 هومنتن 33 لنادي المتحد، بينما النتيجة بين الشانفيل والرياضي بتعادل كامل بهالوقت على النقطة 32، الفريقين متعدين على النقطة 32، والنتيجة هون بين بيجي وهوبس 36-24. عم تشوف الثري بوينتس، 2 من 7 لبيجي ووحدة من 7 لهوبس. نسبة التسجيل من كل ما سفات 15 من 25 لبيجي، 10 من 27 لهوبس، نسبة قليلة لهوبس حوالي 36%. الفريقين بيرجعوا على ارض الملعب، جوناثان افري عم يدافع عليه ريبال بشارة، افري بمرر لمحمد فحص، فؤاد عناتي بيخترق فؤاد عناتي وبسجل 4 نقاط لفؤاد عناتي. اشتون جيبس، حسين توبي، ريبال بشارة بيتوغل بايده الشمال بيحصل على الفاول، رح يكون عنده اثنين فري ثرو، ريبال 3 نقاط برصيده لهلا بالجيم. بضيع المحاولة الأولى، بسجل الثاني، نسبته بالبطولة 47% عن الفري ثرو لاين، بسجل وحدة من 2 وصاروا 2 من 3 لقلب المباراة. الفارق 13 نقطة، بيجي متقدم 38-25، 4 دقايق ونص متبقي. العقاد بمر لجويل بوكس، بوكس لمحمد فحص، ذكي كثير جويل بوكس، عم يقدر يعني يمول فريقه بشكل رائع بأرض الملعب، ومحمد فحص عم يسجل أول سلة لإله بالجيم. محمد العقاد هو اللي عم يدافع على اشتون جيبس، اشتون بيعمل فانت بينقلها لريبال يلي بيسدد على الارك، ما بينجح بالمحاوره، بلال ديكسون تحت السله، بلال ديكسون كمان ما بيتمكن من التسجيل، جويل بوكس عم يعمل كل شيء بالفعل، والعقاد بيسدد كمان ما بينجح بوقت فؤاد عناتي لحاله تحت السله، ريبال بشاره بيحسم الامور بريباوند دفاعي. فريق هوبس عم بيعانوا التنظيم، ما في تنظيم ابدا بفريقهم على عكس فريق بجيه. تحت السله حسين توبي بيعمل فانت، 2 بيحصل على الخطا من جويل بوكس، الخطا الثاني على بوكس، ورح يكون عنده حسين توبي 2 فري ثرو. الاولي بضيع حسين، فريق هوبس مضيع عدد كبير من الفري ثرو لهلا، بسجل الثاني وحده من 2، حسين انسو على ارض الملعب،
جوناثان افري. بوكس مع حسين انسو. جويل بوكس بسدد المسافه المتوسطه هالمره ما بينجح. ريباوند لصالح ريبال اللي عم يقدر يساعد فريقه بشكل واضح. بوقت اشتون جيبس بضيع المحاوله. حسين توبي بيلتقط الريباوند بيعطيها لامير عيد يلي كمان بضيع المحاوله. وافري بيعود لفريقه بريباوند دفاعي. محمد العقاد بيسجل العقاد عن الارض نقطه الخامسه وبيجي عم يزيد التقدم لصالح فريقه ب 17 43 26. امير عيد محاوله ثلاثيه ناجحه من امير. سبع نقاط لامير عيد. هيدي اول 3 بوينتس له بالجيم. تحت السله جويل بوكس بسهوله تامه. ما في ديفنس عند فريق هوبس. مرتاحين كثير لاعبي بيجي بالهجوم. خمسه من 11 عن الفري ثرو لاين لهوبس. بيجي كمان مضيعين كثير فري ثرو، مضيعين خمسه وعم يسددوا باقل من 50%، اربعه من تسعه. امير بمر لحسين. حسين انسو تسديده ثلاثيه ما بينجح فيها. افري على الريباوند. فؤاد عناتي بمر لجوناثان افري يلي بيسجل نقطه ال 11 وبيجي عم يزيد تقدمه بهالوقت ل 16 45 29. عم تشوف سيمون دي وود يلي ما عم بيشارك فريقه بسبب اصابه تعرض لها، بده حوالي الجمعه و10 ايام ليرجع. والمدرب باتريك سيبا ومساعده مارك قزح اكيد رح يكون عندهم تايم اوت مريح نسبيا مقابل التايم اوت للمدرب حسينه بعد ما فريقه تاخر بفارق 18 نقطه. وهون عم تشوف الاسيست قد ايه فارق لصالح نادي بيجي. 13 تمريره حاسمه مقابل ثلاثه بس لهوبس. هذا شيء كنا بنحكي عنه انه عند هوبس ما في تنظيم ابدا لانه ما في العاب جماعيه ابدا. ريباوند سيطره لنادي بيجي 22 مقابل 15. اذا بباقي النتائج بالملاعب الاخرى عم تشوف المدرب رزق الله زلعوم ورئيس لجنه الطعون. المدرب رزق الله زلعوم رئيس لجنه الطعون الماتر بطرس السعيد وامين عام الاتحاد الماتر غسان فارس، عضو لجنه اداره بطوله لبنان الدرجه الاولى باتريك لحود، كمان اعضاء الاتحاد اللبناني لكره السله. المنصه اليوم موجودة على الأرض على الباركيه تحت. أشتون بمر لريبال، ريبال بسدد على الأرك، المحاولة الثلاثية ما بتنجح. سين توبي بيعطي فرصة جيدة لفريقه. أمير عيد كمان بسدد على الأرك وبسجل. أمير 10 نقاط لأمير عيد يلي استفاد من تمريرة حاسمة لحسين لحسين توبي. دقيقة متبقي. خطأ لصالح جوناثان افري. اذا الرياض عم يتقدم بفارق خمس نقاط على شانفيل 42 37، المتحد على هومنتمن 45 30، والنتيجة هون 47 32. جوناثان افري توصل لمحمد فحص، ووكينج على الفحص. الكوارتر الثاني بين الهومنتمن والمتحد عم ينتهي بفارق 15 اذا للمتحد. امير عيد لا 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 يا امير، 3 3 بوينتس لامير عيد 13 نقطة صار مسجل بيعمل الفارق 12. والمدرب باتريك سيبك كمان بيطلب تايم اوت بعد ما شاف انه امير عيد عم يغير مجرى المباراة، عم يقلص فرق ل 12 بعد في حوالي 42 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني 47 35. Listen. When they pass the ball to this side, Zain, بدك ما تروح هذا المحل.
you have to come to stop this ball, to pressure this ball. Time with this. And he double team with this guy here. You have to come back. You pass it to Joel. Okay, you go down, you go both sides. Huh? Joel, keep the ball with you. Huh? Mario, move. Fuad, okay. Go back. Go take the handoff from Joel. Okay? يعني مثل مدرب باتريك سيبا حكام الطاولة وحكام الأرض بيطلبوا عودة الفريقين لأرض الملعب بهالوقت. جوناثان افري دفاع منطقة من المدرب عمر حسينو. افري بمر لجويل بوكس. افري عناتي لماريو عبود تحت السلة. في ووكينج على ماريو. دفاع هوبس بفاجئ هجوم بجي بدفاع المنطقة المدرب حسينو وفرصة لفريق هوبس لتقليص الفارق. أشتون جيبس آخر ثواني الكوارتر الثاني. أشتون جيبس بسدد المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة. ماريو عبود على الريباوند. ري داغر عليه ضغط دفاعي من تريو نادي هوبس. أمير عيد حسين طوبي وريبال بشارة. البوزيشن رح تبقى لصالح نادي بجي. لنشوف البوزيشن لمين. بوزيشن لصالح هوبس. إذن ثاني ونص لفريق هوبس. نشوف اذا رح يقدروا يسجلوا بهالثاني ونص. أشتون جيبس بسدد المحاولة ما بتنجح والكوارتر الثاني مشاهدينا عم ينتهي بتقدم فريق بجي على ارضه بنتيجة 47-35 بينما النتيجة بين الرياضة والشانفيل لهلا قبل ثواني قليلة من نهاية الكوارتر الثاني 44-37 لصالح الرياضة. بريك لحوالي العشر دقائق اعزائي المشاهدين وبنرجع نتابع. من جديد مشاهدينا بنرجع نحن وياكم لملعب المركزيه للقاء نادي بجي وفريق هوبس. عم يتقدم صاحب الارض بفرق 12 نقطه 47-35
اذا بفارق 17 نقطة عم يتقدم فريق بجي على هوبس. بدي اشير لكمان شوف المقارنة الاحصائية بين فريقين، نسبة تجيل من كلمة فت 61% لبجي، بالفعل فارقة بشكل كبير لصالح نادي بجي، نسبة تجيل بكل مسافات مقابل 34% بس لهوبس. الثري بوينتس بجي كمان افضل، فري ثرو الفريقين وضع سيء كثير على الفري ثرو، الفريقين ما بيمتازوا ابدا بالتسديد المنيح على الفري ثرو لاين، بينما بنشوف الريباوندز بجي متقدم 23 مقابل 16، 14 تمريرة حاسمة مقابل 5 بس لهوبس، التورن اوفرز بجي مرتكبين اكثر من هوبس اللي لعب بس بثلاثة تورن اوفرز باثنين كوارترز، هذا رقم كثير ايجابي. ستيلز 4 وعم نشوف البلوك شوت، ال1 مليون اكس اكس ال 1 مليون شوت راح تكون بعد وقت قليل، اذا عم تتحضر لنشوف التسديد راح تنجح او لا. بدي اشير انه نادي الرياضي خلص الكوارتر الثاني متقدم بفرق 44-37 بوقت راح نشوف التسديد اذا راح يقدر يسجلها حدا من جماهير نادي بجي، المحاولة ما بتنجح وبعد ما ربحت اذا هالتسديدة. بذكر بكل نتائج الملاعب الاخرى، المتحد متقدم بفرق 15 نقطة بأنتلياس بمزهر على حساب هومنتمن 45-30، الرياضي متقدم 44-37، مباراة قوية بين الشانفيل والرياضي وصانع العاب فريق الشانفيل الجديد اللاعب منتخب جورجيا عم يعمل مستوى كبير مثل ما عم بعرف. اكيد رح نكمل هون انطلاقة الكوارتر الثالث بمواجهة المدرب باتريك سيبا وعمر حسينو، يعني للصدفة انه باتريك سيبا هو كمان بنفس الوقت مدرب نادي المركزية درجة تانية ومساعده مركزح مدرب نادي الاحياء كمان درجة تانية. بعد هالمرافق عندهم فريندلي جيم ضد بعض، مع بعض بالدرجة الاولى ضد بعض بالدرجة التانية، لافتة هالشغلة. لنشوف فريق هوبس شو محضر بانطلاقة الكوارتر الثالث. جاسم أنسو كمان عم ينضم على المنصة الرسمية اليوم يلي موجودة على الأرض عن غير عادي. البوزيشن الأولي رح تكون لصالح بجي بهالانطلاقة الكوارتر الثالث. عناتي بيستلم عم يدافع عليه أشتون جيبس، دفاع مان تو مان من فريق هوبس على بجي. فؤاد عناتي بيخترق بوصلها وسلة لصالح ماريو عبود رئيس نادي هوبس جاسم أنسو، 8 نقاط لماريو عبود. 49-35 توبة بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة، ريباوند كمان لصالح جوناثان افري، جويل بوكس بسهولة تامة بسجل 18 نقطة لبوكس، النتيجة 51-35. أشتون جيبس بإيده الشمال ما بينجح بالمحاولة، ماريو عبود على الريباوند وسلة جديدة لصالح جويل بوكس، انطلاقة سريعة جدا للاعبي بجي. يعني اعتقدنا انه فريق هوبس ممكن يكون صلح شوي اوضاعه بالكوارتر بالبريك بين الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث، الامور مختلفة كليا. بجي عم يزيد سيطرته، عم يعمل 6-0 ران بدقيقة واحدة. بنشوف هون اللاعب الفاست بريك بيلال ديكسون لريبال بشارة، ريبال توصل تحت السلة للتوبة، التوبة بيتمكن من التسجيل، نقطة الثالثة لحسين توبة. شوي زلعوم جوناثان افري مرتاح ما في حدا بدفاع هوبس ليحاول يوقفه حتى. أشتون جيبس ريبال بشارة لجيبس
من جديد حسين طوبي هالمرة من المسافة المتوسطة كمان بيسجل نقطته الخامسة خمس نقاط اذا لصالح اشتون عفوا لصالح حسين طوبي تحت السلة ما بينجح بالمحاولة افري ريباوند لريبال ريبال بيروح بالفاست بريك ما بينجح بالمحاولة في تسرع كبير من لاعبي هوبس بوقت ماريو عبود اي لاف ذيس جيم بسجل بقوة ماريو عبود نقطة العاشرة واول لاعب لبناني بفريق هوبس بفريق بيجي عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط بينما امير عيد كان سبقه بهالمجال كلاعب لبناني بالمباراة من فريق هوبس بلال ديكسون بلال ديكسون بيعمل موف بسجل مع الخطا بالاعاده عم نشوف هون سله ماريو عبود وبلال ديكسون رميه حره اضافيه اليوم يعني الملعب مميز فيه كثير اعمار صغيره بسجل ديكسون هيدي اولى نقاطه بالمباراه بيرجع بنزل فرق ل 15 بوقت فريق الرياضي عم يعمل فرق 13 نقطة بهالوقت عم ينتفض الرياضي بيروت بهالوقت وعم يتقدم بفرق 11 حاليا 50-39 جوي زلعوم سايد بول توصل لجوناثان افري جوناثان افري بمرر بطريقة خاطئة تورن اوفر على فريق بيجي ديكسون لاشتون جيبس امير تسديدة ثلاثية وخطأ عن الارك لصالح امير عيد بالفعل عمل مباراة مهمة امير يعني دخل من مقعد الاحتياط لهلا مسجل 13 نقطة ورح يكون عنده ثلاث رميات حرة بهالوقت 57% نسبته لهلا بالبطولة هالموسم عن الفري ثرو لاين 13 نقطة بطول ستيبس الأولى بسجلها كمان بسجل الثانية والثالثة كمان 3-3 لأمير عيد بيعمل الفارق 12 57-45 جوناثان افري بيخترق بيعطي فؤاد عناتي اللي بيسدد على الارك الريباوند ما قدر جوال بوكس يعمل كنترول على الكرة نادي الرياضي عم يعمل فرق 12 نقطة بهالوقت امام الشانفيل 53-41 امير سعود اللي عم يتميز بهالوقت بلال ديكسون بلال ديكسون بسجل بلال ديكسون بدأ يتحرك نقطته الخامسة لبلال ديكسون لاحظوا جمهور الصغار هول اكيد كله رح يكونوا مستقبل بالرياضة الولد الصغير من صغره لما يتعلق بالرياضة بيطلع اكيد لاعب رياضي بحي الله رياضة مش ضروري كرة سلة احنا بنتمنى يكون كرة سلة سيدات ورجال فؤاد عناتي بوكس بسدد على الارك بسجل جويل بوكس 23 نقطة 3 بوينتس لهلا لإله بالجيم خطر كثير بالتسديد البعيد يعني بمباراتين كان عنده 7-15 قبل هاللقاء صار عنده 10 بوينتس لهلا اشتون جيبس بيستعمل البورد ما بينجح بالمحاولة بلال ديكسون كمان على مرحلتين ما بينجح الثانية بسجلها بلال ديكسون 7 نقاط وبيحصل على الخطأ يعني بعده أكثر لاعب مسجل 3 بوينتس بالليج هو اللاعب إلي ستيفان لاعب نادي الحكمة 31 3 بوينتس وراه جي يونغ بلاد 24 وجيريمايا ماسي 23
21 لكارل سركيس وهايك لعبني دهومنت من 20. بسجل رمي الحرة الإضافية ديكسون بصير رصيده 8 لهلأ سجل يعني بالكوارتر الثالث سجل 8 نقاط بيلال ديكسون. فارق عم يزل 10 هوبس عم يرجع يقلص الفارق بعد ما وصل الفارق ل 18 لصالح بجي. ماريو عبود بالمسافة المتوسطة ما بيتمكن من التسجيل بيلال ديكسون على الريباوند. حسين توبي أمير عيد بسدد على الارك المحاولة الثلاثية ما بتنجح. حسين توبي ممتازة هالتايمينج يا توبي بالفعل لاعب ممتاز جدا على الريباوند. شفتها كيف قدر عمل كنترول على الريباوند الهجومي على عدة مراحل عنده تايمينج رائع هاللاعب دايما بالريباوند. واشتون جيبس ما بينجح بالمحاولة جونسون افري بيلتقط الريباوند وبينطلق اشتون جيبس برد بستيل وبيرجع بيطلق الفاست بريك مع امير عيد لبيلال ديكسون اللي ممكن يسدد على الارك. بيلال ديكسون ما بينجح بالمحاولة وفرص عديدة عم بتضيع على فريق هوبس ليقلصوا الفارق لأقل من 10. جويل بوكس جويل بوكس بيعمل فايد اواي بسدد بسجل 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 جويل بوكس 25 نقطة لجويل بوكس بوقت الرياضي عم بحلق بهالوقت امام فريق شانفيل 60-46 التقدم للرياضي بفارق 14 نقطة. خطأ تحت السلة لصالح ديكسون المتحد متقدم بفارق 14 كمان 51-37 وبيجي متقدم بفارق 12 على هوبس 62-50. هوبس بهالكوارتر افضل بكتير من يلي فرجينا اياه باول اثنين كوارترز. ديكسون بضيع الفري ثرو الاولي 67% نسبته عن الفري ثرو لاين بسجل الثانية واحدة من اثنين 9 نقاط صار رصيده بنزل فارق ال 11. جوناثان افري عم يدافع عليه دايما ريبال بشاره بهالكوارتر. طوبي هو عم يدافع على جويل بوكس بوكس بمرر بطريقه خاطئه وهوبس امام فرصه كبيره لتقليص الفارق لاقل من 10 لنشوف اذا رح ينجح هالمره بهالشيء رجال المدرب السوري عمر حسينو. اشتون جيبس حسين توبي لاشتون اشتون جيبس ممكن يسدد بمرر لامير عيد 5 ثواني متبقيه. امير عيد بيخترق بوصل له اياها لريبال بشاره يلي بيسدد بيرجع على الارك وفريق هوبس بيعمل فرق 8 نقاط. هوبس بيرجع من محل بعيد جدا من محل بعيد هوبس عم يسكر الفارق الى 8 قبل دقيقتين ونص تقريبا لنهايه الكوارتر الثالث. جويل بوكس بوجه في الطوبه بوكس بحاول يلعب على السله بوصله اياها لجوناثان افري ذكي جدا او عفوا لماريو عبود. العبود صار رصيده 12 نقطة بيستفيد من تمريرة حاسمة لجويل بوكس. اشتون جيبس للتوبة من المسافة المتوسطة التوبة التوبة بسجل 7 نقاط لحسين توبة من جديد الفارق 8. تحت السلة ما بينجح بالمحاولة جوناثان افري بيلال ديكسون بيلتقط الريباوند. اشتون جيبس لامير عيد امير عيد باسكت ان بيقول الحكم باسكت ان لصالح امير عيد. شو عم بيصير بالمباراة بالفعل يلي بيحضر اول تاني كوارترز ما ممكن يتخيل انه ممكن هالقد الامور تفرق بالكوارتر الثالث. فريق هوبس عم يغير كل شيء بالكوارتر الثالث. امير عيد عم يتمكن من التسجيل عم يسجل نقطه ال 18 وراح يكون عنده رميه حره اضافيه الفارق صار 6 وممكن الامير لفريق هوبس المره مش امير سعود يعني الاميرين عم يلعبوا منيح مثل عم بعرف انه كمان امير سعود امام فريق الرياضي امام فريق الشانفيل مع فريق الرياضي كمان عم يلعب بطريقه كثير منيحه. امير عيد عنده لهلا 18 نقطه ممكن يعمل رصيده 19 وممكن ينزل فارق لخمسه. فريق الرياضي عم يعمل فرق 19 نقطة بهالوقت بالفعل يعني بالكوارتر الثالث ضرب بشكل كتير كبير النادي البيروتي امام النادي المتني وعم يعمل فرق كتير كبير 65-46.
اذا 65-46 نادي بيجي مع مدربه باتريك سابا اللي طلب التايم اوت بده يحاول يرجع يعطي التركيز لفريقه بعد ما قدم هوبس بالفعل كوارتر الثالث رائع يعني مسجلين 23 نقطة لهلا فريق هوبس مقابل 17 لفريق بيجيه 18 نقطة ريباوند اسيست ما بينجح بالمحاولة بلال ديكسون بحاول يلتقط الريباوند البوزيشن لصالح هوبس كمان لصالح هوبس البوزيشن فرصة كبيرة لهوبس ليقلص الفرق لأقل من 6 قبل الدقيقة و 48 ثانية بلال ديكسون توصل لأمير عيد أشتون جيبس معه العقاد أشتون جيبس تحت الضغط بيسدد بيسجل أشتون جيبس 15 نقطة لأشتون جيبس الفارق 4 64-60 بين بيجي وهوبس بوقت الرياضي ما زال متقدم بفارق مريح على حساب فريق شانفيل 67-49 جوال بوكس بيسجل نقطة 27 كبيرة جدا المباراة اللي عم يعملها يعني إذا فينا نشوف بعد وقت قليل أرقامه لجوال بوكس لأنه عنده فعالية بالتسجيل بالريباوند بالتمرير وحتى بالبلوك شوت ريبال بشارة بيخترب إيده الشمال 9 نقاط لريبال كتير مقسم السكور عند فريق هوبس يعني 7 التوبة 18 أمير عيد 15 جيبس 9 بلال ديكسون 9 ريبال بشارة الكل عم بيشارك بفريق هوبس بالتسجيل وهيدا الشيء كله صار بالكوارتر الثالث بدفاع المنطقة اللي عم يعتمده المدرب عمر حسينو جوال بوكس بيسدد ما بينجح بالمحاولة ريباوند لصالح افري تبع البوزيشن لصالح نادي بيجي عم نشوف ارقامه لجوال بوكس 27 نقطة 8 ريباوند 4 اسيست و2 بلوك شوت 66-62 4 نقاط الفارق 40 ثانية تقريبا متبقي افري بمر لبوكس زلعوم للعقاد العقاد بيسدد على دفاع المنطقة بيسجل العقاد بجرأة كثير كبيرة بيسجل تاني ثلاثية ليش حلاله بالجيم بيرجع بيعمل فارق 7 وجمهور بيجي بهالوقت عم يجرب قد ما فيه يشجع فريقه 10 ثواني لنهاية الكوارتر الثالث أشتون جيبس أشتون جيبس بيخترق ما بينجح يلي بينجح هو صفر حسين توبي على البازر مع نهاية الكوارتر الثالث حسين توبي بيسجل نقطة 9 بيعمل الفارق 5 نقاط 69 لبيجي 64 لفريق هوبس مع نهاية الكوارتر الثالث الفريقين كل واحد منهم عنده انتصار وحيد لهلا باكس اكس ال انرجي بطولة لبنان لكرة السلة يلي رح يفوز اليوم رح يحقق انتصاره الثاني والخاسر بيبقى وحيد بالمركز العاشر بفوز وحيد رح جرب اكيد حطكم باجواء باقي النتائج بالملاعب الاخرى إذن بنرجع من جديد بنرجع لملعب المركزية بجوني بدي شير انه النتائج بالملاعب الاخرى المتحد متقدم بفرق 12 على هومنتن 57-45 بينما الرياضي متقدم على فريق شانفيل 68-54 بفرق 14 وهون الفرق 5 69-64 لصالح بيجي الكورت الاخير بنشوف اذا بو هوبس رح يقدر كمان يكمل تقليص الفارق افضل سكورر بالجيم هو جوال بوكس 27-18 امير عيد جيبس 15 جونسون افري 15 ماريو عبود 12 هول هن التوب 5 بسكورينج لهلا بالمباراة
صار الكوارتر الاخير رح ينطلق. اذا اللاعبين اللي رح يكونوا بريبو بلاير اوف ذا جيم مشاهدينا رح يكونوا من فريق بجي جويل بوكس جوي زلعوم او اللاعب ماريو عبود من فريق هوبس رح يكونوا اشتون جيبس امير عيد وحسين توبي. هول هن اللاعبين الستة رح يتنافسوا بعد وقت قليل على ريبو بلاير اوف ذا جيم على ويب سايت الابي سي. عم تشوفوا ادراسه امامكم على الشاشة. جويل بوكس على اللو بوست بمر لبرا عند جوي زلعوم يلي بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة. جويل بوكس كمان ما بينجح. صراع كبير تحت السلة بيحسمه فريق بجي. جويل بوكس هو يلي سجل نقطه 29 لجويل بوكس. يعمل فرق 7. حسين توبي باسكت ان لحسين توبي رائع جدا. التوبي عم يكون 11 نقطة لحسين. رمية حرة إضافية لحسين 11 نقطة برصيده لهلا بالجيم. بسجل رمية الحرة إضافية نقطة ال 12 والفارق عم ينزل لأربعة. هومنتن عم يقلص الفارق والمتحد ل 11 نقطة بهالوقت 46-57. جويل بوكس بطلع الطابلة برا عند العقاد يلي كمان بسدد وبسجل العقاد 11 نقطة للعقاد. ثالث ثلاثية ناجحة له عم يقدر يضرب دفاع المنطقة بأوتسايد جيم ممتاز العقاد. أمير عيد بيخترق امير ما بينجح بالمحاولة. بلال ديكسون تحت السلة. بلال ديكسون بسجل من ريبا وضجومي نقطة ال 11. عم تحمى اكتر واكتر المباراة. كمال عقاد محاولة ثلاثية هالمرة ما بينجح فيها. ريبا لمين لصالح ديكسون مسدد بطريقة مهم جدا. اشتون جيبس اشتون ناطر السكرين من بلال ديكسون ممكن يسدد بفضل ينقلها لامير عيد. 10 ثواني متبقيه لهوبس. امير بيخترق امير بيعطي الطوبة عن الارك ما بينجح الطوبة. بلال ديكسون ما بيتمكن يعمل كنترول على الريباوند. جونسون افري بينطلق بالفاست بريك وخطا لصالح جونسون افري. الكوارتر الثالث بين هومنتمن والمتحد عم ينتهي 46-57 لصالح نادي المتحد. افري بضيع الفري ثرو الاولى 15 نقطة 11 ريباوندز 4 اسيست. بسجل الثانية 16 نقطة لافري. اشتون جيبس الطوبة لريبال. ريبال بياخد الاوبن شوت ما بينجح بالمحاولة. امير عيد بتوصل لبلال ديكسون تحت السلة. ديكسون بيتعرض لبلوك شوت والمحاولة بتروح للعقاد. جونسون افري بيعمل كنترول والمباراة بتكمل. وهون الغريب يلي صار غريب يلي صار البوزيشن تبقى لصالح بجي. الكوارتر الثالث بين الرياضي والشانفيل عم ينتهي 72-60 لصالح الرياضي بفرق 12 نقطة. عم يتقدم النادي البيروتي على حساب فريق الشانفيل. حسين طوبي على أرض الملعب عنده كرام. حسين أنسو بيرجع بدلا منه. جويل بوكس توصل لماريو عبود ما بينجح. ماريو عبود ريباوند لامير عيد. يعني دفاع المنطقه غير كثير.
من معالم المباراة اللي اعتمده المدرب السوري حسينو. أشتون جيبس بيسدد كمان بيسجل أشتون جيبس وبيعمل الفارق 3 18 نقطة لجيبس. التصويت مشاهدينا بدأ على ويب سايت ال بي سي www.lbc.com/sports. ريبوك بلاير اوف ذا جيم ما بينجح بالمحاولة جويل بوكس جوناثان افري بترجع للزلعوم من دون العقاد جوي بيخترق جوي زلعوم مقطوعة من دفاع هوبس بتبقى لصالح ماريو عبود من جديد والزلعوم لبوكس يلي بيسدد عن الارك ما بينجح بالمحاولة وريبوت هجوم جديد سيطرة بالريبوت للاعبي بجي جوناثان افري العقاد لبوكس يلي كمان بيسدد لا 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 ما معقول 32 نقطة لجويل بوكس 4 3 بوينتس لهلا مسجل الفارق 6 نقاط 78-72 ريبال بشارة ريبال بيخترق 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 بيسجل مع البورد ريبال 11 نقطة لريبال بشارة بيرجع بيعمل الفارق 4 5 دقايق و20 ثانية متبقي جويل بوكس بوكس بسدد مسافة متوسطة بسجل جويل بوكس 34 نقطة لصالح بوكس اللي عامل مباراة خير قبل فعل أشتون جيبس ما بينجح بالمحاولة ريباوند لأفري اي لاف جيم ماريو عبود بيطير العبود وبيسجل نقطة ال 14 هيدي السلة بتكون بهيك اوقات معنوية كتير لصالح الفريق اللي بيسجل ماريو عبود بالفعل عم يعمل مباراة كتير مهمة لاحظوا بالاعادة تمريرة بتوصل من جوناثان افري والعبود بفش خلقه بالسلة بيسجل نقطة ال 14 ورمية حرة اضافية كمان عشر نقطة تسعة ريباوند منه بعيد يعمل دبل دبل الفارق 8 نقاط لصالح بجي اقل من 5 دقايق لنهاية الجيم ماريو ما بينجح بالمحاولة ديكسون على الريباوند أشتون جيبس خطأ لصالح أشتون تاني فري ثرو بسجل الأولى بنجاح أشتون نقطة 19 بسجل كمان 20 نقطة صار رصيده لأشتون جيبس بدي اشير انه المتحد متقدم بفارق 11 59-48 الرياضي متقدم كمان بفارق 11 73-62 بينما هون بيجي متقدم بفارق 7 على حساب بفارق 6 عفوا على حساب هوبس عقاد كمان تسديدة ثلاثية ما بينجح فيها الريباوند لصالح حسين توبي يعني حسين منه لاعب طويل بس عنده تايمينج مخيف كلاعب ارتكاز أشتون جيبس ضيع المحاولة الطابه رفضت انه تدخل بوقت جوا البوكس كمان عم يعمل ريباوند جديد بوكس ما بينجح ريبال بشارع ريباوند جوا البوكس 26% بالتصويت امير عيد 31% توبه 21% هول لاعبين الثلاثه يلي عم يتنافسوا على ريبوك بلاير اوف ذا جيم لهلا مقطوعه كمان من جوا البوكس فاست بريك
تمريرة بتوصل لجوناثان افري اللي بيحصل على خطأ من ريبال بشارة، رح يكون عنده اثنين فري ثرو جوناثان افري. على ويب سايت ال بي سي التصويت مكمل لريبوك بلاير اوف ذا جيم. اعزائي المشاهدين، مين برايكم اللاعب الافضل بهالمباراة؟ بسجل الفري ثرو الاولي، 17 نقطة 16 ريباوند. بسجل كمان الثانية وتايم اوت. عم ينطلب قبل 3 دقائق و21 ثانية. تعليمات المدرب باتريك سافا ومساعده مارك قزح. من الجهة الثانية المدرب حسينو. اللاعب الجورجي لاعب صانع العاب فريق الشامبيون الجديد لهلا عامل 13 نقطة 2 ريباوند 5 اسيست. عم نشوف الريباوند، جوناثان افري 15، بوكس 11، ديكسون 10، ماريو عبود 9 وحسين توبي 7. كمان ارقام مهمة كمان لماريو عبود بهالمباراة اليوم. فارق 8، 3 دقائق متبقي لنهاية المباراة. هوبس بالهجوم بده يحاولوا اكيد يسجلوا ليقلصوا، بطل عندهم وقت كثير. اشتون جيبس ما بينجح بالمحاولة. الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح بلال ديكسر اللي بيعمل فانت، اثنين بيحصل على الخطأ. صاحب النقاط ال 11 على زيح الرميات الحرة. بضيع المحاولة الأولى. تضاعت عدد كبير من الرميات الحرة اليوم، 11 نقطة 11 ريباوند. بسجل الثانية 12 نقطة بصير رصيده. بالعادة عم نشوف هون كيف حصل على الفاول. الفارق نزل لسبعة، دقيقتين ونص تقريبا متبقي. فريق بيجي بده يحاول قد ما فيه يعمل كنترول على الوقت. افري ما بينجح بالمحاوله والبوزيشن بتروح لهوبس. الزملاء الصحفيين تحت السله. اشتون جيبس بضيع المحاوله، الفحص على الريباوند. وفريق بيجي لاحظوا جو يزلعوا، ما عم يستعجل بقى ابدا، بده يجرب يعمل كنترول على نهايه المباراه المتبقي منها دقيقتين وعشر ثواني. جوي يخترق بيتوغل ما بيسجل، متابعه من العقاد. العقاد هو يلي بيتابع بنجاح وبيسجل نقطه 13. أشتون جيبس، أمير عيد للتوبة من المسافة المتوسطة ما بينجحها التوبة. أمير عيد بيلتقط الريباوند الهجومي، عم يجرب يقاتل قد ما في أمير. أشتون جيبس تسديدة بسجل عن الأرك، نقطة 23، ثالث ثلاثية ناجحة لصالح اشتون جيبس بالمباراة. والفارق عم يرجع لست نقاط 86-80 قبل الدقيقة ونص تقريبا من نهاية الجيم. المدرب باتريك سيبا بيطلب تايم اوت.
التصويت مكمل مشاهدين على ريبوك بلاير اوف ذا جيم على ويب سايت ال بي سي. الرياض متقدم بفارق 10 على فريق الشانفيل 74-64، متحد على هومنت من 62-54، وبيجي على هوب 86-80. عم نشوف هون ابنه لامار قزح، يعني في شغله لافت كثير بكره السله، اللاعبين اللي عطيوا كثير لكره السله اللبنانيه عم نشوف اولادهم بلشوا يبينوا بشكل كبير، يعني شفنا مثلا مؤخرا مثلا ابنه للمدرب طوني خليل جاد خليل صانع العاب ممتاز جدا، عم يقدر يشغل مركز صناعه العاب مع فريق الشامبيل بطريقه رائعه. كل هالولاد الصغار يلي اكيد يعني معودين بعائله عائله رياضيه اكيد رح يطلع منهم كثير من كره السله. امير عيد عنده فرصة، هو فريقه ليقلصوا الفارق قبل الدقيقة وعشر ثواني. أشتون جيبس رح يحمل كتير هلا فريقه، ما بينجح بالمحاولة. أمير عيد كمان بيلتقط الريباوند، أمير بوصلها للتوبة والتوبة بسجل 14 نقطة للتوبة، الفارق بيزل لأربع نقاط 86-82. جوناثان آفري، افري من المسافه المتوسطه بسجل جوناثان 20 نقطة لافري، بيرجع بيعمل فرق ستة. اشتون جيبس اكثر واحد رح يمسك الطابة اكيد هلا، وتسديدة ثلاثية ما معقول ما معقول، اشتون جيبس من وين سدد وسجل 26 نقطة صاروا 4 3 بوست، فرق نزل لثلاث نقاط، نص دقيقة متبقي، إذا ما سجل فريق بيجي رح يكون عنده فريق هوبس فرصة يعدل الأرقام. جويل بوكس عنده بعد 14 ثانية على هجمة، جوي توصل للفحص، الفحص ما بينجح بالمحاولة، بلال ديكسون بيلتقط الريموت، أشتون جيبس بينطلق، هل رح يقدر؟ وهون سدد السلة غير محتسبة، السلة لتشوف إذا لانه سدد، هو كان في خطا ما بعرف اذا كان السله محتسبه او لا، بس بتصور كان خطا قبل ما يسدد. الحكم مروان ايجو باكد انه الخطا قبل ما يسدد اشتون جيبس. تايم اوت، تايم اوت المدرب عمر حسينه قبل 8 ثواني ونص من نهايه المباراه، 8 ثواني ونص، البوزيشن راح تكون لصالح فريق هوبس. ما معقول اكس اكس ال انرجي بطولة لبنان لهالموسم رائعة جدا، حماسية جدا. لاحظوا لاحظوا بالاعادة شو صار، هون صار الفاول قبل ما يسدد، قبل ما يسدد محسومة، يعني قبل بكتير ما يسدد كان بعده عم يحاول يقطع. كمان مرة جديدة بالاعادة، هون الخطأ صار، هون ما في على كل الاحوال الحكام هن قدرة يحكموا، نحن مش عم نفوت بهيدي بهيدي القصة اذا مين معه حق، رح نحن بنجرب قد ما فينا نعمل اعادات والحكام بيرجعوا هن بين بعض، اكيد بكون في ايفالويشن لكل المباريات، هيك مفترض يكون يعني 88-85. هل رح يقدر رجال المدرب حسين يعدلوا الارقام الثواني الأخيرة؟ مين وثمانين 85 أشتون جيبس بيستلم، أكيد رح يكون عليه ضغط كبير، أشتون جيبس خطأ لصالح أشتون جيبس، خطأ ورح يكون عنده اثنين فري ثرو، خطا تكتيكي ذكي من المدرب باتريك سيبا، يعني المدرب سيبا بده ما يخلي فريق هوبس يكون عنده فرصه تسديد عن الارك، عمل الفاول، اعطيه اثنين فري ثرو،
لحتى يقدر يأمن ريباوند إذا سجل الرميتين، وممكن هون يكون في ريباوند هجومي ويقلبوا كل شيء فريق هوبس. يعني فيها هيك وفيها هيك. إذا التايم أوت قبل 5 دقائق و13 رح يكون في 2 فري ثرو لأشتون جيبس. أشتون جيبس على أرض الملعب على زيح الرمية الحرة. رح يكون عنده 2 فري ثرو، 90% نسبته عادة عن الفري ثرو لاين. بهيك أوقات كله بيتغير. إذا 2 فري ثرو لأولي بسجلها، بيعمل فرق نقطتين. لنشوف كيف رح يكون تكتيك المدرب حسينو، هل رح يخلي لعبه يسدد الثاني بنجاح او يجرب يعمل ريباوند هجومي. أشتون جيبس يسدد وبسجل وتايم اوت جديد. الفرق نقطة 88-87. تايم اوت للمدرب باتريك سيبا مدرب نادي بجيه. بين 20 نقطة صار مسجل أشتون. المدرب باتريك سيبا طبعا بده يجرب ينهي الامور، وممكن هون بسرعه يرتكبوا خطا فريق هوبس ليوقف الوقت. رياضي متقدم على فريق الشانفيل 83-67 بفارق. اذا بلش يصير مريح لانه بعد في دقيقتين لنهايه الجيم بفارق 16 نقطه. النتيجه هون 88-87، 5 ثواني متبقيه. لنشوف كيف رح تنلعب. فريق هوبس يلي اذا قدر يقطع الكره ممكن يحسم الامور. زرع السله بعد عنده 5 ثواني، بيستلم جوال بوكس. خطا من حسين توبي على جوال بوكس، واعتراض من المدرب عمر حسين ومساعده على الوقت. يعتبر انه الوقت مشي اكثر بكثير من ما لازم، يعني مش ثانيه فاصلة أربعة اذا ماني غلطان، لانه كانت 5.3. اعتراض من مدرب نادي هوبس. بالتصويت على ويب سايت ABC جوال بوكس 23%، امير عيد 44% تصويت لامير عيد. اذا ربح فريق هوبس ممكن امير عيد يكون هو ريبوك بلاير اوف ذا جيم، لكن ما زال الادفانتج لصالح بجي لانه متقدم بفرق نقطه قبل 4 ثواني. العقاد بمرر وخطا، خطا جديد، وكمان هون الوقت اعتراض. الحكم رباح نجيم ومروان ايجو بيقتربوا ليشوفوا شو المشكله على طاوله الحكام. اندري غانم وطوني جونتيون، يمكن هي الكبسه بس تكبس انه ما بتوقف اقل من ثانيه، ما بعرف يعني انا ما بدي، بس انه هيك عم يجربوا يفسروا. بعد ما في تو فري ثرو من فريق، ما في بعد 2 فري ثرو لانه بعد هيدا الخطا الثالث. اذا 2 و13 بجي متقدم بفرق نقطه
يعني هوبس ما كان مرتكب اخطاء، لو مرتكب اخطاء كثير كان استفاد منه، لانه كان حط حدا من اللاعبين على زيح رميات حره، يكون عندهم ادفانتج، يكون عندهم بوزيشن ليرجعوا ينزلوا. اذا بانتظار عودة الفريق لأرض ملعبه ومعالجة مشكلة الوقت، أربع ثواني إذن. الأمور عم يتم معالجتها، أمين عام الاتحاد كمان بيتدخل، متر غسان فارس. فريق رياضي متقدم بفرق 15 نقطة على الشامبيل، 87-72، 3.9 إذن، 3.9. وفريق بجي على زيح رمية حرة، لأنه كان بوضع تسديد، هذا الخطأ الرابع على فريق هوبس، أو هذا الخطأ الخامس، هلا ظبطوه على السكور بورد مشان هيك عم بسدد. كان في خطأ بهيدا كمان على السكور بورد، تم معالجتها بهالوقت. جويل بوكس 34 نقطة لإله بهالجيم، 11 ريباوند 5 أسيست. جويل بوكس بضيع الفري ثرو الأولى بوقت فريقه بحاجة جدا جدا لكل نقطة. 71% نسبته بالبطولة. في 4 ثواني لفريق هوبس، إذا هون إذا ما سجل بوكس بيسجل الثاني، 35 نقطة فريق هوبس. أشتون جيبس بسدد بنص الملعب، المحاولة ما بتنجح، بيجي بفوز بفارق نقطتين 89-87، بحقق فوز غالي نادي بيجي على فريق هوبس بفارق نقطتين. وصار وقت بسرعة نتعرف نحن وياكم مشاهدينا على ريبو بلاير اوف ذا جيم. اذا ريبوك بلاير اوف ذا جيم وبسرعه كثير كبيره لانه ما عندي وقت. جويل بوكس اختاره جمهور. جويل ويلكم باك تو ذا ليبانيز ليج فيرست اوف اول اند كونجراتوليشن. ثانك يو، فيل سو جود تو بي باك هير، اي لاف ذس، ماي فيفورت بليس تو بلاي. جويل، ليبانيز فانز تشوز يو ذا بيست بلاير، ذا ريبوك بلاير اوف ذا جيم، وات يو وانت تو تيل ذم؟ ثانك يو، اي ابريشيت ات، اي كودنت هاف دون ات وذاوت ماي تيم، اتس نوت ا وان مان شو، ات تيكس اول اوف اس. So I appreciate it. Thank you. Thank you, Joel. Congratulations again. إذا مشاهدينا ما عندي وقت مخرج عم يقول لازم اختم بسرعة. 89-87 فريق بيجي بفوز على فريق هوبس بحقق انتصاره الثاني بإكس إكس إل إنرجي بطولة لبنان لكرة السلة. نحن بنلتقي يوم الجمعة المقبل كمان بمباريات كرة السلة، بكرة بإنسان جيم الساعة 5. بشكر حسن المتابعة، بدي أودعكم إلى اللقاء.